بيت المواعين للأدوات المنزلية في الشارجة، البضاعة الرهيبة والأسعار الخيالية لغاية 5-7 وإلحق ما تلحق. الموقع الشارجة منطقة الناصرية، هذا دوار المطافي وهذا أسواق مكة، وحياكم الله. بيت المواعين للأدوات المنزلية، أكبر محل في الإمارات للأدوات المنزلية، بضاعة رهيبة وجديدة وأسعار خيالية. كل اللي تشوفون اللي في النص هني تصفية خطيرة جدا جدا عليه. شوف هني شو عندنا، هذه الأطقم من 30 و40 و50 و60. الحين ما بتصدق السعر، سعر مستحيل أقل من سعر التكلفة، 9 دراهم و95 فلس. هذه عندك من 14 و15 و20، كل الموديلات، الكمية محدودة جدا، 4 دراهم و95 فلس، وإلحق ما تلحق. نص السعر صناعة تركية، سماور، محبين السماور اللي بيشربون شاي على المزاج، بنص السعر الحين. هذا السعر الأصلي، وخذ بنص السعر من 120 ب60، ألماني هذا بنص السعر الحين. كل شيء تشوفه قدامك 50% عليه، يعني هذا الحين ب50 درهم، بنص السعر من 110 ب55. عندنا التصفية أيضا على الدلال، أي دلة تشوفها جديدة من الكرتون يطلعونها، أي دلة ب19 درهم. الأسعار الأولية 50 و60 و70، الحين أي دلة ب19 و95 فلس. بس شوف النوع ما شاء الله، شوف الفخامة، صومات على أشياء فخمة جدا. شوف ايش حالاته، نص السعر الحين، نص السعر 17، نص السعر، نوعيات جميلة وفخمة، ممكن تشكل طقم كامل بنص السعر الحين، من 25 ب12 ونص، حافظة أكل. كل الأباجورات اللي تشوفونها قدامكم نص السعر، نص السعر أيضا من 39 بنص السعر، بنص السعر الحين، الحين 7 دراهم ونص طقم كامل، جيك وست قلاصات، 7 دراهم ونص بنص السعر. كل هذه الشمعدانات بنص السعر، يعني يعطيك أفخم وحدة. هذه سعرها الأولي 27، اليوم كم؟ نص السعر 13 درهم ونص، 13 درهم ونص. صفيات أيضا، خواشيك ستان ستيل أصلية 16 ونص، الحين 8 وشوية. الشوكة، الخواشيك الكبار، كل شيء نص السعر، نص السعر بنص السعر، أصلية ستان ستيل، أحجام كبيرة أحجام صغيرة، 50% خصم. حتى هذه الكبار شوفوا من 15 ب7 دراهم ونص، الحق ما تلحق، الكميات محدودة. مناسبة افتتاح القسم الجديد، قسم المخاوير والجلابيات النسائية، أي مخور الحينة أقل من سعر التكلفة، بس يبغونكم تجربونهم. هذه الموديلات شوف مكتوب عليهم 69، لا الحين 59 59 59، أي موديل مخور ب59 درهم. شوف مخور للكبار طبعا، كل الموديل، هاي موديلات جديدة عندهم افتتاح قسم جديد للمخور، كل اللي تبونه 59 مش 69 59، ضغطنا عليهم نزلنا السعر إلى 59 درهم. شوف الألوان، شوف الموديلات، شوف شوف الجمال، يا سلام يا سلام، 59 الحق ما تلحق. تبون حق العيد تعالوا خذوا من هني، الحين 29 درهم. أي نوع جلابية كانت 49 59 69، الحين كم؟ 29 29 29 29، كل الموديلات 29 29. عندنا هني حق الأيدي العاملة 19 درهم 19 درهم، 19 صح؟ قميص مع بنطلون 19 19، مش 25 19، كل شيء 19 درهم. قسم المكسرات، أرجوك تعال خذ لك ولعيالك صحيا، يقول لك كل يوم لازم تاكل لك حفنة مكسرات. عندهم شيء عجيب، هذا أوزبكي جديد وناعم وهش طري جدا جدا، ومع هذا أوزبكي أيضا جميل جدا وجاهز للأكل، الكيلو 69، الكيلو أيضا 69، نوعية فخمة جدا. الأفغاني عندك هذا فيتامين بي 12 في مضاد السرطان، هذا 30 درهم. الأفغاني هاي كلها أفغاني، الصنوبر 180 الكيلو، برع 200 وشي تقريبا، 35. شوف الأسعار هني، شوف هني 40 الكيلو. الفستق بجميع أنواعه وأشكاله، الفستق بجميع أنواعه وأشكاله ب42 درهم لغاية 5-5. المكسرات مشكلة في هذا البوكس تقريبا 3 كيلو، جميلة جدا وكلها نظيفة وأصلية. الزعفران الإيراني التولة 40 درهم، الزعفران الأفغاني التولة الأصلي ها ب60 الحين. التوفير الحقيقي عندنا في بيت المواعين، كل بوكس فيه 600 ورقة، 10 بوكسات يعني 6000 كلينكسة، 19
و95 فلس. حق المطبخ هني عندنا 6 حبات 24 و95. خليك متابع، عندنا أشياء روعة. البوفك البحريني كل كيس فيه 25 حبة، هذا معروف طبعا. هذا الكرتون كامل كيسين يعني 50 حبة، 29 و95 فلس. 9.95 4 لتر، كل اللي تبغى تلقاه هني. تخيل تمور السعودية الفاخرة كم الكيلو؟ 2.95 فلس. الأسعار الرهيبة جدا عندنا على الخيار المخلل، المخللات بجميع أنواعها، الورق عنب، كل المخللات، فلفل غير، من 5 و4 و6 3.5 دراهم. أي نوع 3.5 دراهم. عدنا هني 1.5 كيلو زيتون، مخللات المخلل. عدنا صلصة الطماط من 10.5 7.5 دراهم وشامل الضريبة. أيضا العروض الطيبة عدنا على الماي، أفضل ماي في السوق، ماي زلال، ماي طوي حمد، خذ الكمية اللي تبغيها، 7.25 دراهم 24 حبة 330 ملي. مياه الوصل كل شخص له 10 حبات ب2.99 فلس، هذا خذ الكمية اللي تبغيها. مياه أروى 3.95 فلس جميع الأحجام. مياه أكوا فريش 2.75 فلس. مياه أكوا فريش جميع الأحجام 2.95 فلس. مياه أكوا فونتي ب2.5 وشامل الضريبة جميع الأحجام 2.75 اللتر ونص. تبغي توفر صح؟ 30 حبة 200 ملي 6.95 دراهم. هذا الزعفران الأصلي، هذا الزعفران زعفران نقين أفغاني، توله 10 جرام تقريبا، إيراني 10 جرام 50 درهم. هني الأفغاني ربع توله 25 درهم. يقول لك الزعفران ما يغطي حتى المواعين فوق. بيت المواعين للأدوات المنزلية، أشياء فخمة وجميلة جدا للأدوات المنزلية. تبغون حق العيد؟ تعالوا خذوا من الحين. بالإضافة للخصومات أيضا 10% لمتابعين بو خليفة على كل شيء. قول أنا من طرف بو خليفة تحصل لك خصم. أشياء جميلة وراقية جدا، ما شاء الله المحل ضخم. شوف المساحة الكبيرة جدا عندهم، شوف أنواع الإدلال، قسم الأطقم الكاملة هذه، شوفوا ما شاء الله نوعيات فخمة، نوعيات جميلة، نوعيات راقية، أفخم الأنواع. بيت المواعين صراحة خطيرين في اختياراتهم للأدوات المنزلية، يجيبون نوعيات جميلة وراقية. شوف ما شاء الله، شوف الفخامة، شوف الفخامة، 10% على كل شيء على هذه البوكسات. شوف ما شاء الله عندنا هني قسم الحرارات، قسم ما شاء الله كبير، وكل اللي تدور عليه تلقاه هني من أنواع وأشكال الحرارات، 10% خصم على كل شيء. شوف هني جدور الضغط الكهربائية، عندك هني كل أنواع الأدوات المنزلية موجودة هني. هني أطقم السفرة أيضا، شوف ما شاء الله، شوف هني عندنا أطقم السفرة 10% خصم على كل شيء. قول أنا من طرف أبو خليفة لك خصم 10%. قسم الزبالات تكرمون وشغلات التخزين. عندنا هني قسم الطاولات ما شاء الله أنواع وأشكال وكل الموديلات اللي تبغونه، حتى النمر والأسد موجود. مشروع شاب مواطن، هذا البوكس شوفوا شحالاته، يقدم كهدية جميلة جدا. شوفي داخل هذا البوكس، هذا البوكس فيه هذه العطورات، 2 رجالي و2 نسائي، واحد منهم يونيسكس. السعر الأصلي 250 درهم، اسمه ماي لايف، 250 درهم. اليوم كم؟ يقول لك عشان بس تجربون العطور أقل من سعر التكلفة، البوكس هذا كامل ب50 درهم بس. الحق ما تلحق، موجود في بيت المواعين.